كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. وهو تدرس فيه المسائل الكبرى والتوجهات الكبرى على مدى 27 أو 25 سنة يمثل هذا التخطيط الاستراتيجي في الوثيقة ديال مخطط محمد الحبيبي البزوري مهندس بيجاري متخصص في التخطيط الحضري. كانت يعني هذه المشاركة في هذا اليوم تعتبر حلقة من حلقات التشاور في إطار إعداد مخطط برنامج عمل الجماعة الحضرية للإرسالة. هو هذه يعني من حسنات هذا البرنامج أنه من الناحية القانونية يلزم بالتشاور وبتبادل الرأي من أجل الوصول إلى وثيقة يكون حولها أكبر قدر من التوافقات. طبيعة الحال الموضوع كان هو التخطيط الحضاري وما يحظى به طبيعة الحال التخطيط الحضاري والتعمير بصفة عامة من أهمية لدى جميع المواطنين ولدى الهيئات المنتخبة وكذلك يعني لدى كان في كامل المؤسسات العمومية. وكان هناك يعني تبادل أفكار حول أهم النقاط سواء منها السلبية أو الإيجابية التي تتعلق بالتعميم في بلادنا وبتنزيل هذه قوانين التعميم على أرض الواقع مع ذلك عدد كبير من المعوقات ومن كذلك يعني عدد من الصعوبات التي ذكرها المتدخلون كل حسب تجربته وكل حسب الموقع الذي ينظر منه إلى الأمور. هو الطبيعة ديال التعمير. التعمير هو الطبيعة ديال يجب أن هو عمل تنسيقي يعني لأن المدينة فيها عدة متدخلين كل له مسؤولياته واختصاصاته ولكي نصل إلى المدينة. المدينة هي في حد ذاتها هي فضاء مندمج ولا يمكن أن نصل إلى هذا الاندماج إلا عن طريق التنسيق. التنسيق هو من الأمور اللازمة للعمل العمراني بصفة عامة. محمد الكرومبي محافظ مع تلتالة مدينة سلا وزارة الثقافة. هذا اللقاء التشاوري اللي انظمته جماعة سلا كيدخل في إطار مجموعة ديال اللقاءات التشاورية اللي انظمتها الجامعة من أجل تسطير واحد البرنامج ديال العمل منها الهمة السياحة منها الهمة الصناعة البيئة. وهذا كيهم بالدرجة الأولى قطاع التعمير حكم أن المدينة ديال سلا اللي كتعتبر واحدة من أهم المدن في المغرب من ناحية ديال عدد السكان أهم مدينة كان عندها أهمية تاريخية مهمة جدا واللي عرفت تطور عمراني كبير خصوصا في السنوات الماضية. هذا التطور العمراني مع الأسف بطبيعة الحال كان عنده أكيد واحد الإيجابيات ولكن كذلك كان عنده سلبيات حيث أنه أثر على التطور ديال المدينة ربما أنها ما رافقهاش في واحد الوقت مجموعة من البنية التحتية الأساسية للمواطن مجموعة من القوانين التنظيمية اللي كتنظم التعمير في المدينة. ولكن الحمد لله في السنوات الأخيرة كاين مجموعة من البرامج المهيكلة كاين مجموعة من القوانين اللي تسنات اللي كتحمي التعمير اللي كتنظم التعمير في المدينة وكاين كذلك مجموعة من المشاريع الكبرى اللي غتبدل بشكل كبير الوجهة ديال المدينة ديال سلا وخصها تساير معها برنامج عمل اللي كيهم التنظيم ديال التعمير والأنسجة العمرانية في المدينة. وأنا من الموقع ديالي كمحافظ ديال المآثر التاريخية في المدينة ديال سلا أنا هضر بصفة خاصة بشي شوية على المدينة العتيقة بحكم أن المدينة العتيقة عندنا المدينة ديال سلا مدينة متميزة مجموعة من المآثر التاريخية. مآثر المدينة هي مقيدة انسكريت كتراث وطني ابتداء من 2016 وكنطمحوا إن شاء الله أنها تولي كلاسيك تولي مرتبة كتراث وطني ولما لا إن شاء الله بحر الرباط تولي كتراث عالمي. المدينة ديال الرباط اللي تربط كتراث عالمي ابتداء من 2012 علاش لا إن شاء الله تسلا. ولكن بطبيعة الحال أكيد قبل ما نديروا هذا الشيء ضروري خصنا نرموا المآثر التاريخية ديالها خصنا نحافظوا على النسيج العمراني ديال العتيق خصنا نحافظوا على الوظائف اللي كانت كتلعبها المدينة نحسنوا الوضعية ديال الناس في المدينة المؤسسات ماشي فقط غير الترميم ولكن كذلك نعطيوها أدوار
تدمج في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه، هذه توري مديره للدخل تولي عندها، لان مثلا مآثر مثلا بحال الابراج بحال الفنادق بحال الابواب ما يمكنش تلعب الدور ديالها الاصلي اللي كان دفاعي ولا اللي كان اقتصادي ولا اللي كان هذا، خصها ضروري تلعب واحد الدور جديد اللي يمكنها من الادماج ديالها في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه واللي مدير الدخل، وهذا الشيء اللي كنطمحوا له ان شاء الله. مرزقين اطار بحث مع هذا الوطن الجميع او التغيير. اللقاء صراحه تجربي كان غادي بزاف، من الحضور ديال بزاف الاساتذه الباحثين والفاعلين في اطار التغيير. مدينه سلا هي مدينه عريقه، مدينه اللي كتعاني من دي بروبليماتيك اوربانيستيك بروفوند اونتري، والحمد لله اليوم كان نقاش مثمر. وكنتمنى انه برنامج العمل الجديد ديال الجماعه ياخذ بعين الاعتبار مجموعه من النقط اللي طرقوا ليها الحضور من اجل الكوميون دو سالي encore plus encore plus عندها اشعاع اجمل وعندها تطوير عمراني احسن بكثير. كيجي هذا اللقاء التشاوري حول مستقبل العمراني والمعماري بمدينة سلا في وقت مهم، لأن كمدينة سلا أثبتت بأن عندها قدرة اللي مازال ما استعملناهاش، مازال ما وظفناهاش باش نبنيو المستقبل ديال مدينة سلا. المكونات ديالها عديدة من ناحية ديال التراث ولا من ناحية ديال الإنسان ديال سلا ولا من ناحية ديال المساحات والفضاءات اللي موجودة فيها، هادشي كله باقي ما تستعملش إلى غاية كافية. فالتشاور اللي حاصل الآن هو تجميع الأفكار والآراء باش على الأقل يخرج هذا المشروع ديال سلا اللي بغينا، خاصه يكون بهذا المنظور، يجي متكامل ويجي فعلا اللي بغينا، يعني خدمة للمواطن، مواطن طبعا السلاوي المغربي الساكنة السلاوية والزوار ديالها إلى حدود السياحة، إلى حدود الأجانب اللي يمكن يجيو. وغنظرا ما تقدر تبنى إلا بالمساهمة ديال السكان نفسهم، وخصوصا انهم يعتبروا نفسهم مجندين كل يوم. انا اقترحت انها تخلق مباريات ديال الشارع ولا الزنقه الاكثر زهورا واكثر نقاء الاجد صباغه وتجميلا، هذو كيجعلوا المواطن مهتم بحيه، مهتم بالشارع ديالو، مهتم بالزنقه ديالو بوالو بلا شيء، لانه هو باغي ان الشارع ديالو يكون. خلينا من المهنيين وهذا الاشغال ديالهم هذيك حاجه اخرى ومفروغ منها، المشاريع خاصها تخرج بالطريقه اللي خاصها تكون والقوانين اللي كاينه، ولكن المساهمه ديال الساكنه خاصها تكون كامله.